رمضان يا رمضان 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 أهلا بك رمضان 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 يا رمضان رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، ودنا يتكبراتو يا برنامج تكتاتايوت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يه إننا رمضان يتسيم برنامج سيهون يزاري ورئيس فضل قضاء حوائج الناس في رمضان يسون حاجة مفسم يميل رئيسيهون بتلي دقمو برمضان مالتنو هنلم سون متكم ودمو سون مردات كسو قن مهون تلك فضل تلك درجان دالو يتهوكنو برمضان دقمو أجرو مضاعفنو ميهونو بحديث تلكو الله زندا يميتكمو إدخال السرور على بيت المسلمين أو إدخال المسلمين إدخال السرور على المسلم عند مسلم ما سدست ودمو عند مسلم حاجة موطات الله زندا تلك أجر عنه. يقول الله عز وجل الله بالقرآن إنديلا يا أيها الذين آمنوا إن أنت بالله يمناتو توي اركعوا واسجدوا ركوع مارقو سجود مارقو وعبدوا ربكم الله أن جيتاتون تجزو وفعلوا الخير لعلكم تفلحون نجاح فلاح أن تتو خير مبالون سرويلا. بل إلى بقرآن آية وتعاونوا على البر والتقوى ترون قرب ما درق لاي تجاجزو عندهم الله سبحانه وتعالى بمفرات لاي تجاجزو ولا تعاونوا على الإثم والعدوان سوتن بمبدلنا عندهم وانجل بمسرات لاي التبابر يلال يقدموا تقاراني خير نقر لاي عندمن التبابر ونا عندمن التقاقز هلو مدفو نقر بميقن بالساعات مؤمنوك بهارياتشو تقباراتشو سراتشو كذا كمدفو نقر عنداتشو عنداتشو مكلكلنو مردادات بمدفو يلم. واتقوا الله إن الله شديد العقاب الله انفروت قيت الله عز وجل أي يا زوبرتونو يكفانو إلال لا وانجل أن يوشنا النزا مدفو نقر لاي لم يتقاقزو. وفي الحديث بحديث نبي عليه الصلاة والسلام اندي لالو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي اندزي قالو المسلم أخو المسلم مسلم بالبته اللو يا مسلم واندم منو مسلم يا مسلم واندم منو النا لا يظلمه أي قداوم ويدمو أي بدلوم ولا يسلمه عندهم لتلات ما سلفه أي ستأمال. ومن كان في حاجة أخيه يعني عندهم حاجة لما درس ويدمو يعني مسلم حاجة لما وطعتيتن كسيهده كان الله في حاجته يسون حاجة الله يوطوالله سنتو تشاتنن إهد النقر بتلي برمضان من الناس بو مالتنو عند مسلم يهون نقر تشقرو ودم يهون نقر بوستو قبتو يعني النقر حاجة ولا موطات من الناس بو إهو بحديث نبي عليه الصلاة والسلام يهون دمون حاجة يهوطاو يدمو يردى الله حاجة ونوطوالله زاري عند سو بيتشقر النقر دقمو بفانتاو يدمو بتراهن تبدو تشقر سلم التشل يعني يا مسلم هن حاجة يا وطاه اللس اندهونا الله دقمو عندك أني أنتن حاجة يا وطاه اللهال. ومن فرج عن مسلمين كأند مسلم يهونا چنك امي بالوست إقبابة يقلا قلو كربة چنك امتبالون فرج الله عن الله يقلا قلوال كربة من كرب يوم القيامة كيوم القيامة چنك توچ يوم لا ينفعو مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نبرتم لجم منم مما يتكمل كان يمي تكمل من دنو إهي أهون يالناتشو عند مؤمن كجن كما وطعته مالتنو. ومن ستر مسلما مسلما يستر مالتنو بتالي وانجل نيوتشن لمسالي برمضانينيا عند سو تفاسيات أفاس النايو
የሚፈለገው ነሲሐ ከሆነ የሚፈለገው የዚህ ሰው ኢስላህ ወደ ጥሩ መንገድ ወደ ኸይር እንዲመጣና ከዛ ከመጥፎ ነገር እንዲመለስ ከተፈለገ ما يحتاج نفضح ያንን ሰው በመላ ወይ ደሞ በአደባባይ ወጥተን እሱን ማዋረድ አስፈላጊ አይመስለኝም። ያንን ነገር ማድረጉ እሱንም አይጠቅመው እኛንም አይጠቅመንም ማለት ነው። ጭራሽ ወይ እሱን ወደ እልህ ማስገባት እኛም ደግሞ ምንድነው በዚህ ጉዳይ የምንጠቀመው? ሙስሊምን የሰተረ ይላሉ። ومن سترى مسلما ان المسلم يسترى ሰው ያ ስትሩ በብዙ አይነት ነገር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ለታለብሶት ይችላል። ለምሳሌ አንድ ችግር ኖሮበት ከዛ ሀጃ አጥተ ሰው ፊት እንዳይቆም ለታደርግለት ይችላል። ወይ ደግሞ አንድ ነውሩን አይተህበት ያንን ኦኑን ልትደብቅለት ይችላል። ያንን ያደረገ ሰተራሁ አላሁ የውመል ቂያማ አላህ የውመል ቂያማ ይሰትረዋል አለ። ይሄው ከረመዳን ከምንማራቸው ከምንወስዳቸው ድሮሶች ረመዳን መድረሳ ነው ብለናል። ጃሚዓ ነው ገብተን ተምረን የምንወጣው ማለት ነው። ስለዚህ ሙስሊምን ይሰተራ አላህ ይሰተራዋል። ረመዳኑ ሸህሩል ሙዋሳት እንደሚታወቀው ረመዳን አንዳችን አንዳችን የምናጽናናበት ወር ነው። ወቀዳኡ ሐዋኢጅል ሙህታጂን ሐጃ ያለባቸውን ሰዎች ሐጃቸውን የምናወጣበት ጊዜ ነው። ለዚህ ነው በረመዳን ብዙ ጊዜ ሰዎች ልባቸው ይራራል። አንዳንድ ሰዎች ከረመዳን ውጪ ባለበት ጊዜ ትንሽ ጠንከር የሚሉ ረመዳን ሲመጣ ለስለስ ይላሉ ማለት ነው። وهو شهر التعاون يهور የመረዳዳት ወይ ደግሞ የመተጋገዣ ወር ነው። والتراحم እንዲሁ እርስ በራሳችን የምንተዛዘንበት ቀን ነው። وإن فعل الخير مبدأ إنساني دع القرآن الكريم إليه ጥሩ ነገር መስራት ማለት ነው። ለማንም ሰው ለተባለው ሁሉ ኸይር ነገርን መስራት ቁርአኑ ያመላከተን ትልቁ የአንድ ሙስሊም ወይ ደግሞ ቁርአን ከኛ የሚፈልገው ትልቁ ባህሪ ነው። ቀደም መጀመሪያ ላይ መግባላ እንዳልነው ወፍዓሉ الخير خير سروا لعلكم تفلحون እንዳልነው وشجع اصحاب الايمان على التعاون بشانه خير ነገር በማድረግ ላይ مؤمنون يانسا سان القرآن وقد جاء الأمر بفعل الخير بعد ذكر جملة من الشعائر للدلالة على أن فعل الخير لا يقل عنها في المنزلة والثواب بزو يبادة عينتوشن كتناقر أبو على صلاة عندهم ركوع سجود صومن يتلايو نقروشن كتناقر أبو على ما ترش على خير مسروا بلو يعني خير مسرات كالنزا قوموا كمسكدنا لالله سبحانه وتعالى السجود كما أدرك وسلم ما يتنانس بدرجة ودى خير طرام مالتنو. والقرآن الكريم يكرر الدعوة لفعل الخير بلفظ التعاون بين بني البشر قرآن تزبن كهنا بزو قزي በቁርአን በብዙ ቦታ ላይ ኸይረ ነገሮች ላይ እንድንተጋገዝ እንድንረዳዳ ሰው ለሰው ሰው ለሆነ ሁሉ ያዘናል ማለት ነው። فيأمرنا في التعاون في ميدان البر وينهانا عن التعاون في ميدان الشر ጥሩ ነገር በተፈጠረው ደግሞ ጥሩ ነገር ለማስገኘት እንድንረዳዳ ይረዳናል ማለት ነው። وإن من كرم الله تعالى إلى عباده أن جعل الماشي في حاجة المسلم في معيته ከአላህ እዝነቱ አንዱ አንድ ሰው ለአንድ ሙስሊም ሐጃ ብሎ ከተንቀሳቀሰ ከአላህ ጋር እንደሚንቀሳቀስ ነው የሚታሰበው። ሙአይደን ለሁ ወሙዒነን ወሙሰቢተን አላህ ያንን ሰው ይረዳዋል እንዲሁም ከጎኑ ይሆነዋል። በዛ በሚሰራ ነገር ላይም አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሰባትን ይሰጠዋል። ወከፋ ቢሂ አጅረን እንዲሁም ከአጅር ውስጥ አላህ ከኛ ጋር በመሆኑና እኛ በዛ ጉዳይ ላይ አላህ ከረዳን ይሄ ራሱ በቂ ነው ይላሉ። فمن سعى في قضاء حوائج الناس على اختلاف مشاربهم واجناسهم የሰዎችን ሐጃ ለማድረስ በተለያየ መልኩ ያሉ በተለያየ ጎሳዎች በተለያየ አገሮች ያሉትን የነሱን ሐጃ ለማውጣት ይሄደ قضى الله حوائجه وثبته على الصراط يوم القيامة يوم القيامة ሰዎች ወደ ሶራት لمتلالف بميقوازو بالسعات بصراط لاي متلالفا يردوال. فعن عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كعائشة يتورى حديث نبي صلى الله عليه وسلم عند زيالو والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه الله عند باريان يردوال
ከጎኑ ነው የሚሆነው ሁሌም ያአላህ እርዳታ አይለየውም ግን ሸርጡ ምንድነው አን يكون العبد في عون اخيه وندمون በመርዳቱ ማለት ነው ከወንድሙ ጎን በመቆሙ ማለት ነው اي حال من الاحوال سبحان الله يسو حاجه ببዙ አይነት ነው አሁን እዚህ ጋር መዘርዘር ስለማይመች ነው እንጂ በጣም ብዙ አይነት ሐጃ አለ مش ضروري عندنا ሰዎች ሐጃ ሲባል ወደ ገንዘብ ብቻ ሊሄዱ ይችላሉ ወይ ደግሞ ወደ ስጦታ ወደ ተለያዩ ነገሮች ሊሄዱ ይችላሉ مش ይሄ ብቻ አይደለም በጣም ብዙ አይነት ነገሮች አሉ የሰው ልጅ ያለባቸው ሐጃ ያንን ሐጃ ለማውጣት ወይ ደግሞ ለማድረስ አላህ ሰበብ ካደረገን ወላሂ አላህ ዘንዳ ትልቅ ደረጃ አለን خير الناس انفعهم للناس ከሰዎች በላጭ የሚባሉት ሰዎችን የሚጠቅሙ ናቸው አሉ። በምንም አይነት ቦታ ላይ ሆነን በተለያዩ ስራዎች ላይ በሚንሰማራበት ጊዜ ወይ ደግሞ በተለያዩ ደረጃ ላይ ባለንበት ጊዜ ባልሰልጣን ልንሆን እንችላለን ቃዲ ልንሆን እንችላለን ወይ ደግሞ ኢማም መስጊድ ልትሆን ትችላለህ ወይ ደግሞ ቢሮ ሰራተኛ ልትሆን ትችላለህ በሚሰራ ባለህበት ቦታ ያንዲ ሙስሊምን ሐጃ የተቸገረ ሰው ሐጃ የምታወጣ ከሆነ قضى الله حاجتك الله في عونك الله لي أنت اندردهن هنا جعلني الله وإياكم من الذين يقضون حوائج الناس اللهم وافقنا لقضاء حوائج الناس وإدخال السرور على عبادك بتوفيقك يا أكرم الأكرمين وصل اللهم وسلم على خير خلق محمد يزاريو برنامجنا بزيابة قال بليلو برنامجنا بليلو رأسكم من نكنان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان يا رمضان 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 أهلا بك رمضان رمضان